سألته سألت قلت له انت قال لي والله انا فلان عشيره سني من فلان عشيره قلت له انت وين شيختم؟ تدري هذا العربي اول ما تحكي على سالفه العشائر وكذا قال لي والله احنا شيخنا شيخ فلان عنده 4000 زلمه اذا قام يقومون واذا قعد يقعدون قال لي سيد وانت منين؟ قلت له والله احنا من فلان عشيره قال لي زين انت منو توم قلت له احنا شيخنا يسمونه شيخ علي قال لي شنو شغله شيخ علي؟ قلت له شيخ علي عنده خاصيه لا يندبه ملهوف ولا مكروف في شرق الارض او غربها الا ويحضره. يقول هذا تعجب راح قال لي الشيخ هذا يقول خله وراح رجال على فطرته يقول ليله الجمعه القادمه عندي مجلس بنفس المكان صار ببالي اجي اكمل الحوار ويه الشخص يقول اجيت وسالت عن الشخص واذا بي قد توفي. تالمت عليه ما شفت الرجال ما كلمت مشروع مشروعي وياه. يقول سيد جواد قريت المجلس خلصت رحت ليت جمعة أنا نايم بالمنام وإذا بي أرى هذا الرجل عليه آثار النور والهيبة والاحترام قام علي وتلجاني بيك تسمعها يقول قام علي وتلجاني واحترمني واحتضني قال لي سيد عدي عتب وياك قلت له شنو العتب هذا هذا هو رؤية لكن رؤية قريبة الواقع بعد اكو ادلة يقول هذا واذا بي عندي عتب ويا قلت له شنو العتب هذا قال لي عتب ليش ما جيت لي شيخكم شيخ علي هو امير المؤمنين علي بن ابي طالب قلت له وين دري شو القصة قال لي انا لما اجوني منكر ونكير لان ما نفقد احاسيسنا ما نفقد احاسيسنا نفس المشاعر لما اجاني لما اجاني منكر ونكير في القبر طحت بشدة ما مثلها شدة وبصعوبة ما شايف مثلها بحياتي فإجوا يسألوني أنا تذكرت كلامك من قلة شيخنا اللي ندبه في شرق الأرض أو غربها يحضر لي يقول تذكرت قلت له وينك يا علي وإذا برجل نوراني قد أقبل إلي قال اتركوه فإنه ندبني سألت عنه الملائكة قالوا لي هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال أنا الآن ببركة أمير المؤمنين حاضر بهذه الحالة